يقول رئيس الحكومة المؤقتة المرحوم بن يوسف بن خدة في الصفحات 36 و37 من كتابه جذور أول نوفمبر 1954 والذي ترجم إلى العربية. ليس من الغلو في شيء التنديد بالجانب التخريبي للموقف الذي يدعونا إلى الاكتفاء بتقديس الثورة وينصحنا بأن نضرب صفحا عن الماضي. إن شباب اليوم الذين تشربوا هذه النظرة الضيقة قد حرموا من حقهم المشروع في معرفة المزيد عن الإرث الثوري الذي تركه الرعيل الأول من المناضلين. هؤلاء الشباب يدفعون اليوم ثمن مؤامرة غير معلنة حيكت ضدهم في صمت مطبق. تلك المؤامرة التي تقوم على جحود جذور جبهة التحرير الوطني وتهدف على المدى البعيد إلى إفراغ الذاكرة الجماعية من ذكرى الأحداث التي كان لها دورا حاسما في بعث وهيكلة القوى التي تسببت في اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. إن أسوأ أشكال الزيغ والضلال التي تهدد أبناءنا هي استمرارهم في الاعتقاد بأن الفترة التي سبقت نوفمبر كانت سديما يلفه العدم وأن الفترة التي عقبته هي العهد الجديد، وبالتالي فإن الثورة المضفرة قد انبلجت من صميم ذلك العدم ولا أحد يدري كيف حدث ذلك ولأي غاية. وليس من المبالغة في شيء أن نقول ونكرر بدون ملل أن أول نوفمبر لا يمثل قطيعة مع الماضي ولا هو انفجار تلقائي، بل هو تتويج لمسار طويل ومحصلة نشاط حثيث من الدعاية والتحريض والتنظيم وتعميق القناعات. إنه مسار عسير مليء بالحواجز والمبادرات والمحاولات القانونية وغير القانونية، تكلل بعضها بالنجاح وبني بعضها الآخر بالإخفاق. إنه نتيجة ملموسة لثلاثة عقود من الجهود والتضحيات التي غالبا ما كانت تتم في ظروف السرية وكتمان هوية المناضلين ونكران الذات بصورة مطلقة. إنها ثلاث عقود حاسمة ظهر خلالها نجم شمال إفريقيا أولا، ثم حزب الشعب الجزائري، فحركة انتصار الحرية الديمقراطية. تلك التشكيلات السياسية التي لعبت دورا جذريا في تنوير عقول الجزائريين والتي بثت الوعي السياسي أوساط الشعب، مما أدى إلى بروز نمط جديد من الرجال الملتزمين، إنهم المناضلون الثوريون. لقد كرس هؤلاء أنفسهم جسدا وروحا من أجل هدف واحد ووحيد، إنه استعادة السيادة الوطنية التي سلبها الاستعمار من الجزائريين.